من الروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 22. يبدأ إصحاح 22 بمثل العرس والمدعوين. يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هو ذا غذائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوه. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينته. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. فذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوا إلى العرس. المرة اللي فاتت قلنا أن مثل العرس بيحكي قصة عمل ربنا مع اليهود بالذات ومع البشرية كلها، وبيفرجنا أن الحياة الأبدية زي احتفال كبير بعرس الابن المسيح له المجد للكنيسة كلها اللي هي البشرية. والمختارين أو المدعوين أولا هم اللي رفضوا الدعوة، يعني ربنا دعاهم وقال لهم كل شيء معد، مش محتاجين تجيبوا حاجة معكم، لأن ربنا بنعمته أتم كل شيء عنا ومستني نقبل النعمة دي بالإيمان والأسرار والحياة المقدسة. كل واحد ابتدى يتهرب من الدعوة. فاليهود تهربوا بأنهم أولاد إبراهيم ومش محتاجين فداء، مش محتاجين خلاص مجاني، وهم غير مستعبدين وغير مديونين لحد. وصل بيهم العنف والعند أن هم مسكوا الأنبياء وشتموهم وقتلوهم. فربنا دان اليهود، دان اليهود مؤقتا دينونة في نهاية العهد الجديد بأنه أحرق مدينتهم. التعبير اللي قاله في المثل هنا حصل حرفيا في أورشليم بعد صلب المسيح له المجد، أن مدينة أورشليم أحرقت على يد الرومان سنة 70 ميلادي. وأهلك أولئك القاتلين، يعني الجيل اللي صلب المسيح واللي لم يتب كلهم هلكوا هلاك صعب. لكن هل الدعوة انتهت؟ هل العرض اللي عرضه ربنا وقف؟ ربنا من رحمته الواسعة وسع الدعوة لكل الناس. فيقول: لما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم، ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، أما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه ادعوه إلى العرس. يعني هنا الدعوة في العهد الجديد اتغيرت، أصبحت إلى كل شخص. في العهد القديم كانت إلى شعب الله اليهود. لما شعب الله اليهودي رفض الدعوة، ربنا فتح أحضانه لكل أحد لمفارق الطرق، يعني اللي خرج يمين واللي خرج شمال، كل نسل آدم وبني آدم. كل من وجدتموه ادعوه إلى العرس. إذن الدعوة النهاردة لكل شخص في الدنيا أنه يقبل ربنا وأنه يبتدي حياته مع ربنا وأنه يتوب وأنه يصدق أن المسيح إله متجسد ومخلص لينا وأنه يمشي في سكة السماء. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين. برضه عملية الشر والصلاح مقصود بيها إيه؟ الناس دايما بتبص لبعض على أن في ناس أشرار وفي ناس صالحين، إنما في نظر الإنجيل ليس بار ليس ولا واحد، كل الناس أشرار، بس هي عملية نسبية. لكن حتى الذين اعتبروا أشرار وصلتهم الدعوة، ربنا دعا الكل.
وفي رحلة العهد الجديد شفنا ربنا يسوع بيقابل زكا والسامرية والمرأة الخاطية والتي أمسكت في ذات الفعل، وبطرس اللي بيقول أنا راجل خاطي. كل الأشرار مدعوين، لكن مش كل المدعوين هيدخلوا. المدعوين الأوائل اللي هم اليهود رفضوا تماما بسبب رفضهم للدعوة. المدعوين الجدد اللي هم بتوع العهد الجديد الدعوة مفتوحة، لكن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. في ناس كثيرة هتدعي لكن مش الكل هيوصل للآخر. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس. احنا كنا نتصور ان المثل هيخلص هنا، ان المدعوين الأوائل اترفضوا والمدعوين الجدد من كل لون ومن كل لسان هيتقبلوا برحمة ربنا الواسعة. لكن عشان يبان ان بالرغم ان الدعوة مجانية انما قبول الدعوة له شروط، والتمتع بالعرس له شروط، بالرغم ان المدعوين فقراء وغلابة وما عندهمش حاجة وما همهاش من ناس البهوات زي الاول، لكن مع هذا في نوع من الشرط هنا. لباس العرس، لم يكن لابسا لباس العرس، ده معناه ان المدعوين كانوا على الباب، العبيد بتوع الملك بيلبسوهم لباس العرس، بيدوهم لبس يليق بالعرس. وان لباس العرس اختلفوا عليه الاباء، مش اختلفوا في الراي، لكن قالوا له كذا معنى. اول معنى للباس العرس اللي هو شرط من شروط التمتع بالعرس الابدي هو المعموديه، لانهم قالوا انتم الذين اعتمدتم، الكتاب يقول كده، قد لبستم المسيح. احنا بنلبس المسيح لبس يوم ما بنتعمد، بنلبسه ثوب البر والنقاوه. طب اللي ما لبسش المسيح اساسا مهما كان سلوكه كويس ليس عليه لباس العرس، لأنه ما لبسش المسيح من الأساس. عشان كده ربنا يسوع له المجد كان يقول إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. وأصر على الولادة من فوق اللي هي المعمودية، أصر عليها لأنها لباس العرس، وإلا هيتسأل أي شخص يا صاحب كيف دخلت إلى ها هنا وليس عليك لباس العرس، دخلت إزاي وإنت مش لابس لبس العرس؟ ثم هما فقراء، أيهما هما، حدش قال إن لباس العرس بفلوس، لباس العرس ببلاش. لكن مع كونه ببلاش مطلوب إن الإنسان اللي يلبسه يكون عنده إيمان وعنده توبة. عشان كده إحنا كل اللي يتعمد يعلن إيمانه الأول بالثالوث الأقدس وبالحياة الأبدية وبالكنيسة الواحدة الوحيدة، وبعد وعلى هذا الأساس، على أساس إيمانه بيتعمد. إذا كان طفل بنعمده على إيمان والديه، وإذا كان كبير مش بس الإيمان، ده لازم يكون تائب، لأنه إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وده التفسير الثاني للباس العرس. يبقى أول تفسير للباس العرس هو المعمودية، توب المعمودية. ثاني تفسير قالوا الآباء القديسين هي التوبة. قالوا ما يجوز واحد اتعمد ولبس المسيح، إنما تراب الدنيا جه عليه وتوسخ ثاني، وما اهتمش انه ينفض التراب، ما اهتمش يتزين بالزينة الاولى اللي خرج بها من المعمودية، ما اهتمش انه يتجمل في عينين صاحب العرس. حياته فضلت من سيء الى اسوأ. حتى لو كان اتعمد هيتقال له كيف دخلت الى هنا، جيت ازاي هنا، تدخل السماء ازاي وانت منظرك كده. لان المعمودية حمام، والتوبة كمان حمام للاستحمام. يعني المعمودية هي الحمام الأول اللي يخليك تبع المسيح، لكن التوبة هي الحمام المستمر اللي يثبتك في المسيح له المجد. فإن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. فاللي مش عايش حياة توبة ليس عليه لباس العرس. وليه بنقول حياة توبة؟ لأنها مش مرة، بزلت بتخطأ إذن لازم تتوب. طول ما الواحد بيمشي في الدنيا بيتوسخ من الدنيا، يبقى لازم يعيش حياة توبة مستمرة لغاية ما يقابل ربنا. فاللي عايش بيستحمى كل يوم
بدموع التوبة بيقف قدام ربنا عليه لباس العرس، فشكله حلو. وتلاحظوا ان اللباس نعمة. ليه؟ لان التوبة ايضا نعمة، الغفران نعمة، في حل في سر الاعتراف. والتوبة والتوقف عن الخطية نعمة، هدية من ربنا للي بيجاهد وبيحاول يعطى ويزداد فينمو في الحياة الروحية ويبان جماله أكتر وأكتر. يبقى لباس العرس أولا هو توب المعمودية، وثانيا هو توب التوبة. ثالث معنى قالوا الأباء القديسين، قالوا إيه اللي يجمل القديسين في السماء؟ إيه اللبس أو الصفة اللي كل اللي في السماء لابد أن يتحلوا بيها؟ أجمعوا على صفة المحبة. قالوا التوب اللي كل الناس في السماء لابساه، وما ينفعش حد يدخل السماء مش لابسه، هو توب المحبة. محدش هيدخل السماء معرفش يحب أخوه. محدش هيوصل السماء وهو بيعادي وهو بيحقد وهو بيحسد وهو بيكره وهو بيدين، مش هينفع يدخل السماء. ولو واحد تسلق الصفوف وتعمد وادعى ان عنده ايمان، على قد ما قال بولس الرسول، قال لو كان لك كل الايمان حتى تنقل الجبال لكن ما عندكش محبة فلا تنتفع شيئا، مش هتكسب. تيجي عند باب السماء يقولوا لك ليس عليك لباس العرس، تقول ما انا عندي ايمان. يقوم معلمنا يعقوب يقول لك ارني ايمانك ده اللي بدون اعمالك، وانا اريك بأعمالي إيماني. الأعمال دي أعمال المحبة. يقول الإيمان العامل بالمحبة. فتالت نوع من التوبة أو تالت فكرة لهذا الثوب اللي يمثل شرط التمتع بهذا العرس بالرغم أنه مجاني والمدعوين ما دفعوش في الدعوة دي حاجة، لكن لازم يبقى عليهم لباس العرس، هو توب المحبة. إذا كنا تعمدنا نشكر ربنا عندنا معمودية، لكن محتاجين نحيا حياة توبة مستمرة ونتمسك بوصية المحبة، لأن كل الكتاب من ناحية الوصايا يجمل في كلمة المحبة. يعني مجموع الوصايا اللي في الإنجيل كلها تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتحيا. لو الواحد نسي كل حاجة وحب ربنا وحب الناس، لبس لباس العرس ودخل واستحق انه يبقى واحد من الملايين اللي هيبقوا في السماء. وتلاحظوا انه لما دخل صاحب المتكأ او صاحب العرس، ربنا له المجد، لمح على طول الشخص الذي ليس عليه لباس العرس، لقطه على طول. وكأن الواحد ممكن يبقى نشاز في السماء، يعني شكله مش مقبول. السماء كلها حب، واحد ما عرفش يحب هيبقى وجوده مش طبيعي في السماء. واحد تمسك بخطيته وما عرفش يتوب هيبقى وجوده مش طبيعي في السماء. واحد أصر للآخر عمره يخاصم ويعادي، مش هينفع يبقى موجود وسط القديسين والأبرار. اللغة غير اللغة، الجو غير الجو. ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. هو لا هيدوق بر ولا سلام ولا فرح بدون حب وبدون توبة. آخر تفسير قالوا الأباء، قالوا لباس العرس هو الأعمال الصالحة أو جهاد الإنسان، وده يمشي مع نفس السياق، أن الإنسان يتجمل أمام الله بجهاده، إن كان جهاده الشخصي أو جهاده في خدمته. يعني إيه؟ جهاده مع أفكاره، مع جسده، مع شهواته، مع رغباته. وجهاده في خدمته يعني في كسب النفوس للملكوت. تعبه مع نفسه عشان يحفظها للمسيح عروسة نقية، وتعبه مع الناس عشان يجيبهم كلهم عرايس للمسيح. ده اللي هيبقى عليه لباس العرس. لكن واحد خد حياته كده مرتاح، لا عاوز يصوم ولا عاوز يتعب ولا عاوز يجاهد ولا عاوز يضبط افكاره ولا عاوز يحارب لسانه ولا عاوز يكلم حد على ربنا ولا يشجع حد على ربنا، طيب يا صاحب كيف دخلت الى هنا؟ اللي موجودين في السماء
يا نساك متوحدين قديسين جهدوا جامد في الصلاة والصوم، يا مبشرين لفوا العالم يجيبوا الناس للمسيح، يا أبرار تمثلوا بالمسيح في جهاد طويل في كل فضائله، يا ناس حبوا ربنا وحبوا الناس بصدق وجهدوا في وصية المحبة، لأن وصية المحبة فيها تعب، ما هيش ما تجيش بالساهل. إنما أنت كيف دخلت إلى هنا؟ عاوز تدخل السماء، لا توبة ولا محبة ولا أعمال صالحة، كيف دخلت إلى هنا؟ المثل ده يخوف، على قد ما يفتح باب الرجاء على قد ما يثبت خوف الله. يعني لغاية قوله أن صح أن المدعوين كلهم دخلوا كده ببلاش، شيء مشجع جدا. قال للعبيد لفوا في كل حتة وهاتوا، هاتوا أي حد، كلام حلو، معنى كده أي حد ممكن يدخل السماء. وبعدين لما يدخل ويلاقي واحد مش عليه لباس العرس يطلعه بره، يبقى مش أي حد يدخل السماء. يبقى الدعوة للكل، لكن مش الكل هيوصل. الدعوة للكل، لكن مش كل واحد هيوصل. لازم نتحلى بلباس العرس، لازم يبقى الواحد فينا يتجمل في عينين العريس المسيح مثل عروس مزينة مهيئة لرجلها. العروسة تفضل تتشيك عشان يوم فرحها، عشان تعجب عريسها. كل نفس تحب ربنا تبقى زي العروسة لربنا، وهي خارجة من الدنيا كده تبقى عروسة مهيئة مزينة لرجلها، وكل مجدها من داخلها. يعني الحكاية بقى مش جمال جسدي ولا حاجة، الجمال كله داخلي روحاني. لما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له يا صاحب. حتى في الوقت ده ربنا رقيق وحنين وكلامه حلو. يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ يا صاحب، زي بعض المفسرين قالوا نفس الكلمة اللي اتقالت ليهوذا، لأن يهوذا لم يدخل، يهوذا لم يكن عليه لباس العرس. كل ال 12 ادعوا، وادعوا يبقوا قاعدين على مائدة العرس العريس، إنما ده قلع لباس العرس بسبب الخيانة وحب الفلوس والكذب والغش، فازاي هيدخل وسطيهم؟ خرج، انطرد بره. هنا يقول المثل فسكت. الذي ليس عليه لباس العرس سكت، وبرده سكت دي حركت الآباء، حركتهم في ايه؟ كلنا هنقف في يوم من الايام قدام ربنا يسوع له المجد، قدام العدل الالهي، يجازى كل واحد حسب عمله. طب ايه رايكم في اليوم ده؟ هيبقى عندنا حاجة نقولها ولا ما عندناش؟ الخوف، كل الخوف من كلمة فسكت، يعني تقف قدام ربنا ما عندكش حجة. النهاردة تقدر تتكلم وتقدر تصرخ وتقدر تغير موقفك وتقدر تلبس لباس العرس وتقدر تتزين وتتجمل وتقدر تعمل أي حاجة، إنما في اللحظة دي مش هتلاقي كلام يتقال، هيخلص الكلام. في اللحظة دي ما حدش يقدر يغير موقفه. لو سئلنا هذا السؤال يبقى ما فيش رد، ما فيش جواب. ليس عليك لباس العرس يبقى حكم نهائي بدون استئناف. دلوقتي الحكم مش نهائي. دلوقتي حتى لو ما كناش لابسين لباس التوبة أو لباس الحب أو لباس الجهاد والأعمال الصالحة، نقدر نصلح الموقف، نقدر نتكلم في الموضوع، نقدر نغير موقفنا. إنما في اليوم الأخير ما حدش هيغير موقفه، سكت، لأن فيش حاجة تتقال. هيقول إيه؟ هيقول دخلت من الشباك ما دخلتش من الباب، يعني ما تعمدتش. هيقول ما عجبنيش لباس العرس، ما عجبتنيش حياة التوبة دي بتاعتكم، قلت خليني في الملذات بتاعت الدنيا. هيقول ما قدرتش على وصية المحبة، يبقى أخويا يظلمني وأنا سامحه. هيقول إيه؟ هيدافع الإنسان عن نفسه إزاي في اليوم ده؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام، اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. ربنا قال
خدوه اربطوه وارموه في الظلمة الخارجية، ارموه برا، ما هي برا ظلمة. وهنا واضح قوي ان الكلام عن الملكوت وعن جهنم. هذا العرس هو ملكوت الابن، ملكوت الابدي، ملكوت السماوات اللي احنا بنقول له ليأتي ملكوتك. والظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، هي العذاب الأبدي، هي مصير الأشرار. طب ده واحد اهتم يجي يا رب ويدخل، بس ما دخلش من الباب، اهتم يجي لكن ما قدمش حياة توبة، يمكن ما تعمدش، يمكن ما التزمش بالمحبة ولا بالجهاد، ليس عليه لباس العرس. حتى لو خد شكل التدين، المراعين الفريسيين ليس عليهم لباس العرس، هم يتجملوا في عينين الناس إنما قدام ربنا عرياني، ليس عليهم لباس العرس. في توبة اسمه توبة الرياء، وفي توبة اسمه توبة التوبة. ربنا محبش توبة الرياء أبدا. الرياء يعني التجمل، يعني الواحد يظهر في عينين الناس أنه متدين، أنه تقي، ياخد باله من كلامه عشان الناس تقول عليه بس راجل تقي. كويس، بس في حاجة أهم، رأي ربنا فيك إيه؟ المراعي كل اللي يشغله رأي الناس فيه إيه، إنما التائب كل اللي يشغله رأي ربنا فيه إيه. ربنا سامح ولا لسه، قبله ولا مش قبله. اربطوا رجليه ويديه. برضو قالوا القديسين ربط الرجلين والإيدين معناه أن الإنسان غير التائب أو اللي ما تعمدش من الأول مربوط، مربوط في إيديه ورجليه، يعني ما يقدرش يعمل خير، ما يقدرش يحب بقلب نقي، ما يقدرش ينطلق في طريق الملكوت. واحد مربوط. عشان كده تلاحظوا التائب في سر الاعتراف بنقول له يا رب اقطع كل رباطات خطايانا، فكوا يا رب، فكوا عشان ينطلق في طريقك، عشان يجري برجليه المفكوكة دي على السماء، عشان ايديه اللي كانت مربوطة تعمل خير وتقدم حب للناس. لكن ان ما كانش تائب يبقى مربوط، وربطوا رجليه ويديه وخلوه في الضلمة، ده مصير غير التائبين، مصير الناس اللي كسرت وصية المحبة بدون توبة، مصير الناس اللي ما حبتش تلبس اللبس اللي ربنا حدده. الزي الرسمي لدخول السماء هو زي المحبة، الزي الرسمي لدخول السماء هو زي التوبة. طب هل الحاجات دي شغلتنا ولا ما شغلتناش؟ الكلام ده ممكن نفتكره كل مرة نيجي نتناول، لأنه القداس عبارة عن لقاء مع المسيح، ولقاء مفرح، لقاء عرس. حفلة القداس هي احتفال بالمسيح العريس والكنيسة كلها عروسة، وكأنه بروفا لليوم الأخير، كأنه لقاء مع المسيح على السحاب، ويبقى الملائكة حاضرين ومن العذراء والقديسين. ففي كل قداس احنا مدعوين، كأن المسيح بيلف كده في القداس وبعدين يقول ايه، يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس. يعني وانت واقف في القداس خلي بالك المسيح بيبص عليك ويقول لك انت ليه مش لابس زي بقية الناس، زي اخواتك لباس العرس. هو ايه الاستحقاق للتناول؟ الاستحقاق للتناول هو لباس العرس، انك تكون متعمد وتكون تائب وتكون حافظ وصية المحبة، محبة اخواتك، عشان تستحق الاقتراب من الأسرار. إنما ليس عليك لباس العرس، مش تائب ومش بتحب، يبقى اطلع برة ما تتناولش. فكل قداس المثل ده بينبهنا وبيحذرنا، وكأننا كل قداس بنراجع مفهوم لباس العرس. يا ترى أنا كده شكلي كويس قدامك يا رب؟ أنا حبيت إخواتي كفاية؟ أنا قدمت توبة عن حياتي كفاية؟ والقداس كله يفكرنا بالتوبة وبالحب. عشان كده تلاحظوا جوه القداس يقول قبلوا بعضكم بعضا، واحد يقول احنا جايين نصلي ولا نسلم على بعض؟ لا، ده مهم عشان نفتكر ده جزء من زي العرس، من لباس العرس، الشرط لدخول السماء. عشان لو انتبهت انك قلبك لسه شايل من حد،
قدم توبة بسرعة وروح صالح أخوك الأول لحسن يقال عليك ليس عليك لباس العرس، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. كثيرين يدعون، وضحت طبعا من القصة أن كان في مدعوين كتير في الأول، والجماعة اليهود رفضوا النعمة اللي كانوا فيها، ولغاية النهاردة في ناس يدعون ولا ينتخبون. يعني في ناس ربنا يقول لها ما تيجوا تقول حاضر وما تعملش حاجة، أو تاخد خطوة وترجعها تاني. هل دول منتخبين؟ لا، هم دول مدعوين. يبقى في فرق بين كلمة مدعوين ومنتخبين. هن كثيرين يدعون، الدعوة للكل، وقليلين ينتخبون. الانتخاب يعني ايه؟ يعني في الاخر اللي رسي عليه الفوز والكاس والنصيب الحلو، مش كتار. مش كل اللي عاوزين يمشوا مع ربنا هيمشوا مع ربنا بجد. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة الآب. عشان كده احنا دايما نفضل في وضع مراجعة لنفسنا، أنا من الكثيرين المدعوين ولا أنا بنعمة ربنا أكون من القليلين المنتخبين؟ أنا هكون تبع مين فيهم؟ هل لي نصيب أكون من القلة المختارة اللي هتوصل السماء؟ طيب ديتها راجع لباس العرس، كل شوية أشوف نفسي يا ترى علي لباس العرس ولا لا، عايش حياة توبة؟ عشان كده كنيستنا تلاقوها مشغولة جدا بالتوبة، تفضل طول عمرنا تقول توبوا. واحد يقول لا طب ما أنا توبت، تقول له لا توب تاني، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، توبوا عشان يبقى عليكم لباس العرس. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوا بكلمة. الفريسيين حسوا طبعا أن الكلام كله عليهم، إن كان في المثل ده لأن هم دول اللي رفضوا الدعوة مش عاوزين يمشوا ورا المسيح، أو في المثل اللي قبله بتاع الكرامين طلعوا هم الكرامين الأرضياء، أو في مثل الولدين اللي الأب قال له واحد تعالى قال له لأ وبعدين جه التاني قال له حاضر وما جاش. اللي بيقول بس حاضر وما بيعملش حاجة ينطبق على الفريسيين. فحسوا أن ربنا يسوع مثل ولو مثل عمال يكشف رياءهم وغشهم وتدينهم الزائف، ففاض بيهم بقى مش مستحملين المواجهة دي. ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوا بكلمة، مش يتأثروا ويخافوا على نفسهم. يعني لما حد فيكم يسمع كلمة ربنا دلوقتي ويخاف على نفسه يقول خايف أكون مش تايب كفاية، خايف أكون ما بحبش الناس كفاية، حلو، يبقى ده مش تبع الفريسيين، بنعمة ربنا يبقى من القليلين المنتخبين. لكن لما واحد يسمع الكلام ده ويزداد عند ويتوصل بيه أنه يتشاور عشان يوقع المسيح في الكلام يطلعه هو غلطان، يبقى حكم على نفسه أنه ما يستاهلش طبعا. فأرسلوا إليه تلاميذهم، يعني التقوا لوحدهم كده الأول واتفقوا قالوا نوقعوا في الكلام إزاي، عاوزين سؤال يحرجه، عاوزين موقف يخلي الناس تنفض عنه أو يقع في الكلام الجماعة الرومان يمسكوه. فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين. الغريب أن الهيروديسيين دول ما كانوش أبدا أصحاب الفريسيين، الفريسيين دول ناس متدينين قوي ومتزمتين، والهيروديسيين دول أتباع هيرودس، ناس مدنيين علمانيين بتوع الدنيا وبتوع الفلوس وما لهمش غير في المصالح، زي ناس يعني أقرب إلى السياسة منها إلى الدين. إيه اللي جمعكم على بعض؟ أنتوا الفريسيين ما بتحبوش الهيروديسيين، لأن الفريسيين شايفين الهيروديسيين غلط والهيروديسيين شايفين دول متزمتين، إنما لأن الاتنين دول مش تبع المسيح فالاتنين اتفقوا على المسيح له المجد، لأن ربنا يسوع بكلامه بيكشف دول ودول، دول غلط في تدينهم المريض ودول غلط في حبهم للدنيا والفلوس. فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين يا معلم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد،
لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. اللي يسمع كده يقول إيه، معجبين بالمسيح له المجد؟ لا طبعا، ده قمة الرياء. حسبه من اللي يجي يمدحك زيادة لألا يكون وراها حفرة. خلي بالك، اللي يجي يمدحك زيادة خاف منه، مسترتاح له. المديح الزيادة ما كانش من قلب طاهر مشجع يبقى وراه مشكلة. فهنا هذا البلاغ في الكلام وبلغات، وهم نفسهم قلبهم وحش، لازم في حاجة وحشة وراه. فقالوا له ايه؟ نعلم انك صادق. طب ما صدقتوش ليه في الكلام؟ اذا كنت تعلموا انه صادق ما تبتوش ليه؟ مش مصدقين ليه لو كان هو صادق؟ وتعلم طريق الله بالحق. قال له طب ما خلاص امشوا ورا المسيح له المجد، بدل يعلم طريق الله بالحق. انما كله كلام، لان لا الفريسيين تبعوا ولا الهيروديسيين تبعوا المسيح. ولا تبالي باحد. ابتدينا في الحفر. ليه؟ لا تبالي باحد، عاوزين يقولوا له، عاوزين رايك بصراحه شديده في السؤال اللي جاي، وما يهمكش من حد. احنا عارفين انك انت ما بيهمكش حد. هم عاوزين يوقعوه في الكلام، او تصوروا كده. زي واحد يقول لك ايه، احنا مش هنجيب سيره الناس ومش هنقع في الادانه ولا حاجه، بس انا يهمني رايك في فلان. طب ما هو وانا عارف انك انت ما بتغلطش في الكلام، بس ما هو انت كده بتوقعه في الكلام. ولا تبالي باحد، لانك لا تنظر الى وجوه الناس. يعني انت ما بتخافش من حد، ما بيهمكش منظر اللي قصادك. طبعا هي شهاده حسنه للمسيح، لكن ليست من قلوب حسنه. كل اللي تقال ده مظبوط على ربنا يسوع له المجد. هو صادق بالحقيقه، يعلم طريق الله بالحق، لا يبالي باحد، لا ينظر الى وجوه الناس، يعني يخافش من حد. لكن هما بيقولوا الكلام ده دون أن يقصدوا. فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ إيه صعوبة السؤال ده؟ السؤال ده أولا على الملأ، يعني ناس كتيرة واقفة، فالإجابة اللي هيقولها المسيح له المجد هتوصل لغاية قيصر، هتوصل لأي حد، مش هتستخبى. قيصر هو قيصر روما، وروما تحتل بلاد اليهود، فاليهود مش بيحبوا قيصر، ولكن مجبرين على دفع الجزية كمستعمرة رومانية. فهم مجبرين، إذن كل الشعب اليهودي بدون استثناء كاره الجزية وكاره قيصر. لو ربنا يسوع قال ما تدوش الجزية لقيصر، وقع كده مع قيصر في نظر الهيروديسيين، يبقى مسكوا عليه أنه قال على للناس ما تدفعوش الجزية، يبقى عامل فتنة كده، لقوا التهمة اللي بيدوروا عليه، ودي تهمة توصل للموت، لأنه فتن الناس، بمعنى عمل فتنة وخلاهم يرفضوا الجزية. ولو قال قيصر من حقه الجزية، خسر كل اليهود، لأن اليهود شايفينه زعيم، شايفينه قدوة، وهم رافضين الجزية وحاسين بالذل. ففعلا سؤال يبدو لينا احنا انه محرج، انما ربنا يسوع له المجد كل الحكمة فيه. قل لنا ماذا تظن، أيجوز ان تعطى جزية لقيصر ام لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مراؤون. يبقى قبل ما يجاوب ربنا يسوع يحب الصراحة، ما يحبش اللف والدوران، فقال لهم في وشهم انتوا بتجربوني ليه يا مرائين؟ انتوا مش عاوزين اجابة السؤال، انتوا قصدين توقعوني في الكلام، وانتوا جايين تقولوا لي انت كويس واحنا بنحبك وماشيين وراك وكده، انما انتوا مرائين بتقولوا كلام مش من قلبكم، غشاشين. هنا ربنا يسوع فضحهم مباشرة، وما مشيش بقى في التمثيلية بتاعتهم دي، قال لهم لماذا تجربونني يا مراؤون؟ وقبل ما يجاوب ربنا يسوع له المجد عمل حاجة عجيبة، قال لهم أروني معاملة الجزية. معاملة الجزية يعني الجزية كام دلوقتي؟
عبارة عن إيه؟ فقدموا له دينارا. الدينار ده كان الجزية، والدينار ده مش قليل عن الناس الغلابة اللي هناك. والدينار معدن عليه صورة قيصر والكتابة من الناحية التانية بتاعت قيصر، زي أي عملة بيبقى مطبوع عليها صورة الرئيس أو صورة علامة البلد، والناحية التانية كتابة تفيد العملة دي بتاعت إيه. قال لهم وروني كده معاملة الجزية، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ وكأن المسيح لا يحمل دينار. فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ لا يعمل لهم كده. الصورة دي بتاعت مين؟ يقولوا قيصر. الكتابة دي بتاعت مين؟ يقولوا قيصر. يقول لهم إذن هي دي قيصر ودي قيصر، ادوها القيصر بدل حاجة قيصر، رجعوها القيصر. فقالوا له لقيصر، فقال لهم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. حكمة هذا القول أنه يخلي الناس الهيرودسيين اللي عاوزين يبلغوا قيصر أنه ضد الجزية ما ينفعوش يقولوا كده، لأنه قال أعطوا ما لقيصر لقيصر. ويخلي اليهود اللي بيقولوا ده بيشجع قيصر ياخد مننا فلوس، يقول لهم ما قلتش كده، قلت دي مطبوعة باسم قيصر وحاجة قيصر ياخدها قيصر. إنما ما لله لله هنا بيشاور إلى معنى عميق قوي. عاوز يقول لهم أنتم عملة الله، أنتم ناس ربنا، أنتم معاملة الله، ودي معاملة قيصر. ادوا دي لقيصر وادوا نفسكم ربنا، يعني أنتوا أغلى جدا في القيمة من هذا الدينار. إذا كان قيصر عاوز الدينار ما ياخده، إنما الأهم ما لله لله، ما لله هو الناس، يعني ربنا حط صورته في الناس، حط كتابته في الناس، كتب فينا صورة سلطان. يقولها كده في القداس الغرغوري، كتبت فيا صورة سلطانك، أو رسمت فيا صورة سلطانك. إحنا صورة الله على الأرض، فما لله لله. إذا لو كل واحد رجع بقلبه وعقله وحياته لربنا وبقى بتاع ربنا، ما أسهل إن الدينار اللي في جيبه يديه لقيصر وما يفرقش معه. هنا تلاحظوا من الإجابة لخلي الدول يكسبوا ولا دول يكسبوا، ما حدش فيهم يقدر يجد فيه علة أو يجد الثغرة اللي كان بيدور عليه. كمان الشعار ده يعلمنا مبدأ مهم، أن ربنا يسوع علمنا أن حق قيصر لازم ياخده قيصر. وكتير من الآباء تأملوا في أنه مال قيصر قبل مال الله، لأن ربنا يسوع قالها أعطوا مال قيصر قبل ما يقول أعطوا مال الله. فما ينفعش تدي حق ربنا وتيجي على حق البلد اللي انت عايش فيه، لا، ربنا بيقول لك شوف حق القانون عليك ايه، شوف الحق المدني بتاع الدنيا الأول، وبعدين تعال نشوف حقنا مع بعض. يعني واحد يتهرب من الضرائب ويدفع أشور، ما ينفعش، ما تمشيش مع الآية ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يدفع الضرائب ويدفع العشور، ومش العشور كلك على بعضك كده بتاع ربنا. فما لقيصر لقيصر يعني مجموع القوانين والطلبات اللي ممكن تطلبها أي دولة، خليك مواطن ملتزم. ما لقيصر لقيصر، هتقول ما قيصر ظالم، في زمنهم كان قيصر مستعمر، إنما إحنا ما عندناش صدام مع الحكام، مش دي رسالة المسيح. رسالتنا إن إحنا نعيش مشغولين بربنا ونعمل الخير ونبقى عايشين في سلام وصلح مع كل الأوضاع. فإن كان للدنيا حق علينا تاخده قوي، ما لقيصر لقيصر. الناس ليه بتتعب من حاجة ما لقيصر؟ لأن الناس عينيها في الفلوس، ففي خناقة بين قيصر وبين الناس على الدينار. إنما لو الدينار رخص في عينين ولاد ربنا، مش هيبقى في خناقة، مش هيبقى في مشكلة. ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يشغلنا بالأكثر ما لله. هل أنت على بعضك بتاع ربنا؟
هل صورة الله اللي علينا باينة علينا ولا باهتة فينا؟ هل الناس بصة فينا فتشوف صورة ربنا؟ كان قيصر عمل لنفسه صورة على المعدن عشان يحتفظ بصورته، وما تعرفش تشوه الصورة وتلغيها. كان بالأولى صورة الله له المجد مطبوع علينا كلنا، فكل حاجة ترجع لأصلها، صورة قيصر ترجع لقيصر وصورة الله ترجع لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. تعجبوا ليه؟ لأنه مش عارفين يمسكوا عليه كلمة، ما بيقعش في الكلام أبدا، ولأن اللي قاله لا يغيظ قيصر ولا يغيظ اليهود، ولأن اللي قاله تعليم جديد في اتضاع شديد، أنه حط حق الدنيا والقوانين قبل حق ربنا. ده مش معناه أن ندوس على حق ربنا، لا، زي مثلا ما حط حق أخوك قبل حقه هو في الصلاة، قال إن قدمت قربانك وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك اذهب أولا واصطلح مع أخيك، اترك قربانك وروح صالح أخوك الأول. طب يا رب بعدين نصلي الأول وبعدين نروح نشوف، لا، روح صالحه الأول. ما ينفعش واحد يزوغ من شغله ويكون غير أمين في عمله وجاي يخدم، لا، ما ينفعش. خليك أمين في شغلك الأول، ما لقيصر لقيصر، وبعدين تعال أخدم. لكن هتقول أنا مش أمين في شغلي بس مش مهم أنا بخدم في الكنيسة، لا، دي هتبقى تمثيلية. الأمانة في العمل وقدام المجتمع قبل الأمانة مع الله وفي الكنيسة وفي الخدمة. في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون، ما هم بقى كلهم متآمرين عليه، الهيروديسيين والفريسيين، جت مجموعة تالتة، مجموعة اسمها الصدوقيين، دول اللي كان منها رؤساء الكهنة، ودول أشد عنفا وتطرفا من المجموعتين اللي فاتوا. الذين يقولون ليس قيامة، دول من معتقداتهم، دول يهود متطرفين، طائفة يهودية متطرفة، يعتقدوا أن ما فيش حياة بعد الموت، ما فيش قيامة، ويعتقدوا أن ما فيش حاجة اسمها أرواح، بالتالي ما فيش قيامة يبقى ما فيش روح، يبقى الإنسان نهايته بموته وخلاص، ويعتقد أنه ما فيش حاجة اسمها ملاك، دي اعتقاداته بالرغم أنهم يهود. وكان ليهم دايما مصالح ووصوليين ويتحكموا في الهيكل في الوقت ده، فبينهم وبين الفريسيين صراع شديد، وبينهم وبين الهيروديسيين صراع آخر. كل الفئات المتعاركة دي اجتمعت على ربنا يسوع له المجد، لأنه كلمة الحق كل دول غلط. الذين يقولون ليس قيامة فسألوه، برضو دول محضرين سؤال عشان يزنقوا ربنا يسوع، قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخي، فكان عندنا 7 إخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخي، وكذلك الثاني والثالث إلى 7، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. في معتقدهم بدل ما فيش قيامة وما فيش حياة أخرى يبقى ما فيش مشكلة، واحد مات ما جابش عيال، حسب الشريعة أخوه يجيب عيل لإسمه، لإسم المتوفى، عشان إسمه ما يتشلش من الأنساب. أخوه مات هو كمان، فأخوه الثالث يتجوز مراته عشان أول ولد ياخد اسم المرحوم الأولاني مات. هم طبعا مألفين القصة ومعقدينها عشان يقولوا له احكي لنا بقى، لو كان في قيامة هتبقى مرات مين في 7؟ ففي القيامة هم بيقولوا ما فيش قيامة، فهم بيفترض ان هم هيمشوا معاه في الكلام ويشككوا. لمن من 7 تكون زوجة؟ وهم تلاقوهم فكروا قالوا ايه، لو قال الاولاني هنقول له ازاي دي اتجوزت بعده 6، ولو قال السابع هنقول ازاي طب اذا كان جوزها عايش في السماء، ويقعدوا يعقدوا المسائل. تصوروا يعني ان هو ربنا يسوع هيفضل يقول دي مرات الواحد ولا 3 ولا 7. لمن من 7 تكون زوجة؟ فانها كانت للجميع. فاجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله.
قال لهم انتوا اساسا بتفكروا غلط، عايشين في ضلال بسبب جهلكم بالكتب. طب يا رب ما هم جايبين مثل من التوراة. بيقولوا في اول الكلام قال موسى، قال لهم بس ضالين برضه، مش فاهمين قصد الكتاب، مش فاهمين المعنى اللي قصده موسى واللي قصده ربنا. انتم بتفسروا بمزاجكم، انتم تضلون لانكم لا تعرفون مغزى الكتب والاسرار اللي في الكتب، تضلون لانكم لا تدركون قوة الله، لانهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون. مين قال ان في السماء في جواز؟ مين قال هيبقى الواحدة دي مرات فلان؟ الموضوع ما بقاش كده في السماء، بل يكونون كملائكة الله في السماء. في السماء هيبقوا ملائكة، والملائكة ما عندهمش تزاوج. الملائكة حتى ما نقدرش نقول في ملاك ذكر وملاك أنثى. إذا كنا هنبقى زي الملائكة يبقى التمايز الجنسي ما عادش موجود. بمعنى إيه؟ الجنس مش موجود في السماء، لأن الناس هتبقى ترقت وبقت زي الملائكة، فرحانة بربنا وعايشة مع ربنا وليها أجساد ممجدة طبعا، وإحنا عارفين أن فلان ده فلان وفلانة دي فلانة، لكن من الناحية الجنسية الموضوع ما عادش له دور لأنهم زي الملائكة في السماء. أما من جهة قيامة الأموات يبقى الجزء الأولاني حله، أن ما فيش جواز في السماء، فالسؤال بتاعكم غلط. هي مرات مين؟ لا، هي مرات مين على الأرض، إنما في السماء ما فيش حكاية مرات مين، تفرقش، لأن ما فيش جواز، ما فيش علاقات في السماء من النوع ده. إذا كنتوا بقى بتشككوا في القيامة، إذا ربنا استغل الموقف، ربنا يسوع انتهز الفرصة عشان يثبت فكرة القيامة، ما اكتفاش بالرد على السؤال، هو كده خلاص رد، قال لهم في السماء الناس زي الملائكة، هذا الرد. لكن قال لهم إذا كنتوا بتشكوا في القيامة، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ربنا لما كلم موسى قال له أنا إله إبراهيم. هو ربنا إله أحياء ولا إله أموات؟ إله أحياء. طب أبونا إبراهيم ساعتها كان عايش ولا كان مات؟ أبونا إبراهيم كان مات، حرفيا كان مات. أبونا إبراهيم يسبق موسى النبي بحوالي زيادة عن 450 سنة، فأبونا إبراهيم مات، وإسحاق مات، ويعقوب مات، وجم الأسباط وجي سبط يهوذا، وفين لما وسبط لاوي، وبعد كده جه موسى وهارون بعد فرق سنين طويلة أوي. بعد السنين دي لما ربنا ظهر في العليقة لموسى النبي قال له أنا إله إبراهيم، لأن إبراهيم عند ربنا، إبراهيم لم ينتهي. إذا في روح ولا ما فيش روح؟ طبعا روح أبونا إبراهيم، فاسمه إله إبراهيم. ويبقى في قيامة ولا لا؟ طبعا في قيامة، لأن إبراهيم لازم هيقوم على رجليه تاني، لأنه وإن مات يتكلم لازم يقوم. فهنا يقول لهم أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. يعني إذا كان ربنا سمى نفسه، لقب نفسه ببشر، ماتوا حقيقة على الأرض لكن أحياء بالروح ويقومون في اليوم الأخير، وعشان كده بيقول أنا إلههم لأنهم موجودين ولأنهم هيظلوا موجودين في المستقبل. فقال أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. شوف ربنا ببساطة من تعبير محدش خد باله انتبه له، يعني في سفر الخروج طلع منه عقيدة القيامة. هي دي بقى تضلون أز لا تعرفون الكتب. في واحد تقول له أنت عارف الإنجيل يقول لك عارفه كويس. لا لا، محدش فينا عارفه كويس، الإنجيل بحر ملوش آخر. هل من كل آية بنطلع هذا العمق؟ ده من كلمة ربنا بيقولها لموسى طلع فيها فكرة أن لابد من وجود الأرواح ولابد من فكرة القيامة. هذه ربنا يسوع بيعلمنا نقرأ إزاي، عشان كده بيقول تضلون إذ لا تعرفون الكتب. ضلال أي إنسان مرتبط بجهله بالكتاب المقدس، وحكمة أي إنسان مرتبطة بتلمذته للكتاب المقدس. كل ما تنشغل بكلمة ربنا وتفكر فيها كتير بروح الاتضاع والصلاة وقراية تفاسير الآباء وتشوف الكنيسة شرحتها ازاي وفهمتها ازاي، كل ما تعرف ربنا وتطلع بره الضلال، ويبقى اي عقيدة خطأ زي عقيدة الصدوقيين تنهار. وده معناه فكرة وجود طوائف،
وأفكار غلط عند بعض الناس في كل جيل موجودة. وأحسن رد عليها هو إيه؟ الكتاب المقدس. تعرف الكتاب كويس وتفهمه صح كما قصد الروح القدس وكما شرحته الكنيسة والأباء، تلاقي نفسك ترد على أي فكرة تطلع غلط. ليس الله إله أموات بل إله أحياء، فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. بهتوا ليه؟ الصدقيين دول كانوا يعتبروا علامات، يعني ما حدش يعرف يستغلطهم، حدش يعرف يغلبهم في الكلام، هم والفريسيين. وكانوا يتباروا بالكلام فريسيين وصدقيين، والشعب الغلمان البسيط يتوه في النص، يقول لك مش فاهمين حاجة، كل واحد بيقول معاه حق، خلاص احنا ملناش دعوة. ربنا يسوع له المجد أثبت للكل أن الفريسيين غلط في تفكيرهم والصدقيين غلط في تفكيرهم، وكل واحد متطرف بطريقة، وكلام ربنا كلام سهل جدا. فبقى الشعب كله فاهم الكلام اللي بيقوله ربنا يسوع، ومبسوط قوي أنه غلب الصدقيين في الكلام وغلب الفريسيين وغلب الهيروديسيين. إنما طبعا المؤامرات ابتدت تزيد، والغيظ من المسيح له المجد زاد. أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدقيين اجتمعوا معا. الصراع ما انتهاش، هم كلهم قاعدين يتباروا، فلقوا أن المسيح أبكم الصدقيين، غلبهم وسكتوا مش عارفين يردوا. فسألوا واحد منهم وهو ناموسي، يبقى داخل قطاع الفريسيين في ناس ناموسيين، دول أكثرهم تشددا وحرفيا، جماعة الناموسيين. شوف كم فئة، فريسيين وهيروديسيين وصدقيين وناموسيين. ليجربه قائلا تجربة أخرى، يا معلم أي وصية هي العظمى في الناموس؟ واضح برضو أنهم كانوا مختلفين على إجابة السؤال ده، أنهي وصية هي الأعظم؟ يقصد الوصايا العشر؟ فكان في اجتهادات وفتاوى في الموضوع ده من الفريسيين ومن الصدقيين. ولو المسيح لو المجد أجاب في اتجاه معين هيقوله يبقى تبع فلان مش تبع فلان، عاوزين بقى يوقعوا في حاجة. فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى، والعظمى كده. السؤال خلص، لأن هو السؤال إيه؟ ما هي أعظم الوصايا؟ أي وصية هي العظمى؟ لكن قبل ما يسيبه يكمل يقول له إيه؟ والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. يبقى الحل إيه؟ ما فيش وصية واحدة عظيمة، في وصيتين متكاملتين عظيمتين فيهم كل حاجة. يبقى الإجابة المثلى اللي ما كانش ولا واحد من الناموسين وصل لها، إن عشان تقول تحب الرب إلهك أعظم وصية، حط معاها كمان تحب قريبك كنفسك. ولو ما عملتش التانية تبقى ما عملتش الأولانية، تبقى ناقصة. قال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، لأنها فعلا أول وصية. اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، تحب الرب إلهك، وهكذا. دي أول وصية. إنما الثانية عظيمة مثلها على نفس الدرجة من العظمة والأهمية، تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. شوفوا التبسيط اللي بيقوله المسيح له المجد. الكتاب ده كله العهد القديم اسمه الناموس والأنبياء، فقال لهم بصوا الوصيتين دول هما ملخص الكتاب ده كله. بهذين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء، حتى كلام الأنبياء. يعني لو صنفت كلام الأنبياء هتلاقيه إما داخل تحت وصية تحب ربنا أو تحت وصية تحب الناس. راجع كل وصايا الكتاب هتلاقيها يا إما في العلاقة مع الله أو في العلاقة مع الناس. الحجر الأولاني في الوصايا العشر كان في العلاقة مع الله، عنوانه تحب الرب إلهك. والحجر الثاني في الوصايا العشر كان العلاقة مع الناس، عنوانه تحب قريبك كنفسك، تحتي لا تقتل ولا تزني ولا تسرق.
بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.